حبيبة قلبي يا ندى، ما بحب شوفك عم تعملي بحالك هيك. قولي لي شو بدك؟ أي شي بتطلبي أنا جاهز إني نفسه. أي شي. شو بدك بجيب لك إياه لهون بيركع وبيعتذر منك؟ مش حاط لك أهله؟ منكد لهم حياتهم؟ مستعد أعمل أي شي. بس ما بدي شوفك هيك بابا. ما بدي شي بابا. ما بدي شي. أنا أخذت قراري. بس يا حبيبتي يا عيوني، ماما متأكدة إنه هو يلي تركك. قولي لي الحقيقة ندى، لأنه كلامك بيترتب عليه أشياء كتير. يا أنا اللي أخذت هالقرار، مجد ما خصه. أنا يلي ما بدي أتجوزه. شو استفدت من الحكي مع انفراد؟ مصرّة انه هي ما بقى بدها اياه. كذابة. هو اللي برم ظهره وفل. طيب ليش تا يعمل هيك؟ ليه؟ لأنه بكل بساطة واضح ما عنده جنس المسؤولية. بتعرف شو بده يصير بسمعتنا من بعد اللي صار؟ قولك لأنك بهدلتي هذه البهدلة وطلبت منه انه يتركها؟ شو مسيو توفيق؟ بدك تسد على ظهري؟ خلود، ما عم بقدر افهم شيء. مرحبا. اهلا وسهلا. عايش مين شايفك؟ والله البيت قايم قاعد وحضرتك ما فرقاني معك شيء. بابا شغل، مقضيها شغل ليل نهار. بعدين انتوا ليه مكبرين القصة هالقد؟ ألف مين يتمنى عليا لندى. أساسا أنا ما كنت شايفهم ظابطين مع بعض أبدا. الله، تعبان بابا. تعبان. الله. فوت ارتاح حبيبي، فوت ارتاح. توفيق اتصرف، ما بدنا نتجرس. إنه ما في علاقة بين اثنين إلا ما بتمرق بمشاكل وسوء تفاهم، بس بالنهاية كل شيء له حل. أنا آسف. أنا مش جاي اسمع أسفك ولا بدي إياك تعتذر، وإذا صدر مني أي شيء حسيتوه يعني أنا اللي بعتذر. بس أنت بتعرفني كتير منيح، أنا عصبية وخلقي ضيق. حتى الكلام اللي قلته امبارح ما كان قصدي منه شيء، وبتوقع اني مون عليك. اكيد بتموني، انتي مثل امي وانا بحبك وبحترمك. ولاني مثل امك لازم نتساعد لنلاقي حل لهالمشكله بقى. مش حلوين نتبهدل بهالطريقه. موضوعي انا وندى ما له حل. نحن خلاص انفصلنا.